بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب في الصف الرابع في مادة الجغرافيا الدرس الأول عن طريق التعليم عن بعد. درسنا لهذا اليوم نتحدث فيه عن الأرض كوكب الإنسان، توزع السكان، لا نسكن اليابسة كلها. رح نشوف عن طريق الخريطة الموجودة. كلياتنا نعلم بأن العالم يتألف من 7 قارات. أكبر هذه القارات هي قارة آسيا، وثم قارة أفريقيا وأمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، وقارة أوروبا، وقارة أستراليا، وقارة أوكيانيا. وكلنا نعلم بأن حدود العالم المتجمد الشمالي من الشمال، المتجمد الجنوبي من الجنوب، المحيط الهادئ من الغرب والشرق، وعندي المحيط الأطلسي، وعندي أيضا المحيط الهندي. وكلنا نعلم أيضا بأن عدد السكان يختلف من مكان إلى مكان آخر، فإنه أغلب سكان العالم موجودين بقارة آسيا. لنذهب ونرى مضمون الدرس. عم بيقولونا لا نسكن اليابسة كلها، أي إن هاي الأرض اللي إحنا ساكنين عليها التي تتألف من يابسة وتتألف أيضا من بحار ومحيطات، والإنسان نعلم كلياتنا يسكن على اليابسة، ولكن اليابسة الموجودة على سطح الأرض لا يسكنها الإنسان كلها، أي إن في مناطق خالية من السكان لا يوجد فيها ناس أبدا. المعلومة الثانية، يقال بأنه عدد سكان العالم يبلغ حوالي 6 مليارات نسمة. إن هاي الإحصائية أخذت تقريبا في عام 2000، أي مما يقارب 20 سنة، وبلغ عدد سكان العالم 6 مليار. أما اليوم نلاحظ الارتفاع بعدد السكان، فأن عدد سكان لعام 2020 ما يقارب 7 مليارات ونصف نسمة. إذن هذه الإحصائية إنه عدد سكان العالم 6 مليارات نسمة أخذت في عام 2000. عم بيقولون أيضا نجتمع في مناطق محددة، أي نحن البشر، نحن الناس عم نجتمع بأماكن محددة، أماكن مهمة، وفي أماكن أخرى لا يوجد فيها ناس. المعلومة الثالثة تقول بينما أكثر من نصف سكان اليابسة خالية. إذا لو قلنا بأنه اليابسة تقدر بمساحة المدرسة، نقول بأنه نصف المدرسة مسكونة والنصف الآخر خالي من الناس. إذا معلومي، إذا نصف اليابسة خالية من السكان أبدا. نلاحظ هنا ماذا نلاحظ بالصورة؟ نلاحظ اكتظاظ سكاني وأبنية كثيرة، وهذا يؤدي إلى كثرة عدد السكان. إذا من خلال الصورة نرى هناك أبنية كثيرة جدا، أي وجود الأبنية يدل على وجود عدد سكان ضخم جدا، وهذه صورة ملتقطة من الصين. نذهب إلى صورة ثانية موجودة بدولة الهند، أيضا نرى بهذه الصورة أعداد ضخمة جدا من الأبنية والمنازل، وهذه الأعداد الضخمة يؤدي ذلك إلى وجود عدد سكان كبير جدا جدا. ايضا ننتقل الصورة، ناخذ صورة موجودة باحدى الدول التي لا يوجد، التي نرى بالصورة هناك عدد ابنية قليلة، فاذا هناك عدد سكان قليل. نعود للملاحظة انه الانسان يجتمع في اماكن محددة، في اماكن فيها عالم كثير، فيها اماكن فيها سكان قليل، وفيها اماكن خالية من السكان تماما. نلاحظ بهذه الصورة قلة عدد الابنية ما يؤدي الى قلة عدد السكان. ايضا بالصورة الثانية نلاحظ ابنية قليلة وشبه نادرة وعدد سكان قليل، اي ان منطقة عدد سكانها قليل جدا. نذهب لنتحدث عن مناطق كثيرة السكان. عم نقول أكثر من نصف سكان العالم يعيشون في قارة آسيا. إذن نعود إن قلنا عدد سكان 6 مليارات، إذن في أكثر من 3 مليار بيسكنوا فقط في قارة آسيا، و 3 مليار الباقيين يسكنوا في كل أنحاء العالم. أين بقارة آسيا يجتمعون؟ عم نقول يجتمعون خصوصاً، إذن نجتمع خصوصاً في الصين وفي الهند. إذن وخصوصاً نجتمع في الصين والهند. إذن أكثر مكان يتجمع فيه الناس في العالم في دولتي الصين ودولة الهند. وأيضاً يكسرون الناس في أوروبا وغرب أفريقيا وعلى شواطئ أمريكا. أيضا في هذه المناطق في أوروبا وغرب أفريقيا وشواطئ أمريكا يوجد عندي ناس مناطق كثيرة السكان. مثلا نأخذ بالصين، عدد سكان الصين ما يقارب اليوم يقارب 2 مليار نسمة، بالهند 1.5 مليار نسمة، أي عم نلاحظ أنه أكثر من نصف سكان العالم موجودين بقارة آسيا. نرى هذه أعداد عادية جدا موجودة بدولة الهند يلي فيها اكتظاظ سكاني ضخم جدا. نرى هناك أعداد بالملايين التقطت في دولة الهند، أي أن الهند تعتبر من المناطق الكثيرة السكان. أيضا صورة ثانية ملتقطة في دولة الصين في إحدى شوارع الصين، نرى بأن هذه الدولة فيها عدد سكان ضخم جدا، وهذه صورة طبيعية نسبة إلى عدد السكان الضخم.
نذهب إلى الفقرة التالية، مناطق خالية من السكان. ما هي المناطق الخالية من السكان تماما؟ في القطب الشمالي والجنوبي، وهذا أكيد وكلنا نعلم سبب قلة عدد السكان أو ندرتهم أو عدم وجودهم في القطب الشمالي والجنوبي، يعود ذلك إلى البرد وتشكل الجليد وتشكل التلج. أيضا في قارة أنتاركتيكا، وهي قارة متجمدة تماما لا يستطيع الإنسان يسكن فيها، وأيضا في شمال كندا وسيبيريا بسبب وجود الثلج أيضا لا يستطيع الإنسان أن يسكن في هذه المناطق، فهي مناطق خالية من السكان تماما. نرى صورة ملتقطة من القطب الشمالي، لا يوجد ناس أبدا. صورة ملتقطة من القطب الجنوبي، موجود بالصورة عدد لا يوجد سكان أبدا بهذه المنطقة أبدا، لا يوجد سكان في هذه المنطقة. إذن نلخص الدرس بأنه اليابسة ليست مسكونة كلها، واليابسة فيها مناطق كثيرة، مناطق كثيرة فيها سكان ومناطق فيها قليلة سكان. وهكذا يكون قد أنهينا الدرس الأول اليوم الذي نتحدث فيه عن لا نسكن اليابسة كلها. مطلوب من أعزائنا الطلاب حفظ الصفحة رقم 58، وشكرا لكم.